لاعب هداف. طيب الحين هذا اسامه 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 الحين لو مثلا اجيب لك لاعب، مثلا اجيب لك لاعب هداف حلو، عند هجمه عند مرمى ينهي زي جوميز حق الهلال، ولا اجيب لك مثلا لاعب يمسك لك الفريق من اول لين اخر بعدين يسجل هدف، ايش تاخذ؟ انت تسلك نفسك يا اخ سامة. صحيح.